يبدأ يقول يا ترى الأيام اللي جاية أيام حلوة ولا أيام وحشة، ويبدأ يبحث عن الطالع والأبراج. ده حكمه إيه؟ وماذا يجب على المسلم إزاء كل هذه الشواهد اللي بنشوفها كتير في حياتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا سبحانه وتعالى اختص نفسه بجملة من الأشياء، منها معرفة الغيب. فمعرفة الغيب من خصائص الربوبية، والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الصحيحة حذرنا من مثل هذا بعبارات شديدة التغليظ. فروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا لم تقبل له فسأله، من أتى لا فصدقه، دي حاجة تانية. من أتى عرافا فسأله بس كده، بس تقرأ لي الفنجان، توشوش لي الودع، تشوف لي النجوم، البرج بتاعي ايه اللي هيحصل له بكرة وحظك اليوم. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى مجرد الاتيان يترتب عليه هذه العقوبة الشديدة، انه اولا هيبقى صلاته واجبة عليه، مش لم تقبل يعني ما يصليهاش، الصلاة واجبة عليه، ومع وجوبها عليه وانه يتحتم عليه ان يؤديها، الا انه لا ثواب له فيها، عقوبة له على ما فعل. زي اللي بيصلي في الارض المغصوبة كده، واحد اغتصب ارض فأذن عليه الظهر، يجب عليه ان يترك الارض، ولكن يجب عليه ان يؤدي الصلاة، فاذا صلاها في الارض المغصوبة تجزئه، يعني ما يبقاش يجب عليه انه يقضيها وفي نفس الوقت ملوش ثواب، يعني سقطت الفريضة، سقطت الفريضة ولا ثواب له فيها. فمشكلة كبيرة. في الحديث الآخر اللي حضرتك يعني أشارت إليه، اللي وصدقه بقى، نعم، ده عند الإمام الترمذي: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أعزكم الله، أو أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هل اللي يفعل هذه الأشياء كفر، يعني خرج من الملة؟ في بعض الروايات فصدقه بما يقول، هل معنى ذلك انه خرج من الملة، يعني ما عادش مسلم بقى كافر يعني؟ لا، ليس كذلك، انما ده عبارة يقصد بها التغليظ الشديد لهذا الفعل، يعني دي من الكبائر العظيمة. من اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كفر بالمنهج، كفر بالطريق المستقيم الذي يريد أن يميت في الناس عقلية الخرافة ويحيي فيهم العقلية العلمية. صحيح. وعند أبي داود: من أخذ بشعبة من النجوم فقد أخذ بشعبة من السحر، زاد ما زاد. يأتي بعض الناس قد يسأل: طيب في الحديث بيقول لك كاهن والحديث بيقول لك عراف، ايه الفرق بين الكاهن والعراف؟ هل دول حقيقتين مختلفتين؟ الكاهن هو من يدعي انه يتلقى علومه واخباره وتنبؤاته عن طريق كائنات أخرى، كأن يكون بيدعي أنه متصل بالجن، عنده حد من الجان مخويه بيخبره بالأشياء. أما العراف فهو من يدعي معرفة الأمور المغيبة، يعني شوف عراف من المعرفة، أنا أجيب لك التيهة، أنا هعرف لك الشيء الغايب فين، أنا هعرف لك اللي هيحصل بكرة إيه. بينهم عموم وخصوص يعني، لكن إيه، لكن الكاهن ده يختلف عن ده، ده أعم من ده، الكاهن أعم من العراف، يعني كل عراف كاهن وليس كل كاهن، وليس كل كاهن عراف. فده الفرق بين الكاهن والعراف. فإذا هذه الأمور كلها مذمومة في الشريعة، وعليها وعيد شديد إن حد يدعي إنه سيخبرنا بما يكون في الغد. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وبعدين بالتتبع بنجد إن الكلام ده كلام خرافي، يعني تتبع بقى اللي بيتقال هيحصل السنة الجاية كذا وكذا وكذا، فده بتلاقيه كلام يعني لا يتحقق، او هو كلام شديد العموميه. فممكن وانت بتطلع